اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات تلاميذ الشهود مع الدكتور ابراهيم السايح اهلا بيك يا ابراهيم اهلا يا هدى ازيك كل المشاهدين الحلوين آه آه النهارده احنا كلنا اذان صاغيه عايزين بره. نسمع والنهارده الموضوع بتاعنا هو عن الانسان الجديد احنا لسه في الحلقات بتاعت آه واحد مع الله واحد مع المسيح فيا ريتك يا ابراهيم توضح لنا ايه هي مواصفات الانسان الجديد المولود الولاده الجديده. ايوه انا بقيت انسان جديد وانت بقيتي انسانه جديده وكل مؤمن ومؤمنه انسان جديد. ايوه و... وكل واحد مننا كلنا الحاجه اللي متاحه لينا واللي ربنا عاملها لنا ان احنا نعيش كانسان جديد. بالكامل نعيش كإنسان جديد لا يملكنا ولا يؤثر علينا اي شيء الا ان احنا بنعيش في الانسان الجديد ميزه الانسان الجديد ده اللي هو انا الجديد اللي هو اتولد من الله الكتاب بيسميه عده اسماء اللي هو المولود من الله مولود من فوق ال... ال... الانسان الجديد ال... الانسان الداخلي او الانسان الباطن هو اللي هو انا لان الانسان هو روحه الانسان هو روح معاه عنده نفس وساكن جوه جسد بيستخدم جسد بالظبط كده الله الله عملنا احنا الروح لان احنا مخلوقين عشان نقدر نبقى مع الله وعايشين مع الله يعني دي دي جوهر شخصياتنا وحياتنا اه عندنا نفس عشان خاطر نقدر احنا نتعامل مع البشر ونتكلم بمنطق الحاجات اللي بنشوفها وكده. اعطينا جسد عشان خاطر العالم المادي. أيوه. وعشان خاطر الله عايز يخلينا احنا الممثلين له في العالم المادي. حضور الله يبقى من خلالنا في العالم المادي، الله بيعتني وبالعالم المادي من خلال ايه؟ من خلالنا احنا. لكن احنا ايه اساسا احنا حكيفة ربنا احنا حبايب الحياة مع الله احنا اللي شبعنا الروح القدس وفيضان الحب الالهي والفرح الالهي والنعمة الالهية احنا لا حيسعدنا يف... لا... لا ويشبعنا الحياة البشرية مع الناس وخلاص دي, دي, دي حاجة أقل ما بقتش تنفع تشبعنا ما تشب... دلوقتي و... وأصلا حتى الإنسان الصاقر البعيد سواء كان عايش في الخطية أو عايش عادي ها في فلسفه وفي غيره واخدة بالك دول كلهم ما لاقوش غير اللي عايشين فيه لكن أوه. لو هم عرفوا حقيقتهم حقيقتهم تعطش لله زي ما قال داوود عطشت نفسي للاله الحي ولو انفتحوا للرب فسقى حته من العطش دي لو الرب روى حته من العطش ده مش هيعرفوا يرجعوا زي ما كانوا بالظبط وده انت قلتي كلمه مهمه جدا يا هدى آه. تعرفوا يا اخواتي الاحباء لو قدرنا نحضر بالحاجز اللي 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 بيفاصل حتى اولاد ربنا كتير مش واخدين بالهم آآ آآ وقدروا يطلعوا من المنطقه بتاعت تعلقهم بالماده وبالدنيا وبكلام الناس وراحة الناس وحب الناس لو قدروا يتغطوها ويدخلوا في منطقة الفرح بالله وحب الله وفيضان الرحمة والحنان والنور والحكمة الإلهية مش هيحبوا يرجعوا تاني. هيبقوا اه هيبقى دايماً بس عايز يعيش في الجو ده هو مش قصدي انه ما يرجعش للناس لكن ما يرجعش يعيش بالايه؟ باللي بياخده يعني. من الناس لكن هيبقى بيرجع للناس زي الايه اللي بتقول يقول لهم ذوقوا وانظروا أيوة. ما اطيب الرب أيوة. ذوقوا ذوقوا شوفوا النعمه أي أيوة. يعني احنا 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 مخلوقين علشان خاطر اه حياتنا مع المسيح زي ما بيقول الايه في كلوسي حياتكم مستتره مع المسيح العالم المادي والعالم الحيوانات والنباتات والبشر وهم ما يعرفوش الله او حتى لو يعرفوا الله شبعنا مش الناس ايوه لكن شبعنا هو الله لكن مع الناس نعمل ايه نتبادل الشبع اللي خدناه من الله مع بعضنا البعض نتبادل الفرح اللي خدناه مع بعضنا البعض انما لو انا عايز لأ اقول لاخواتي تاني يعني لو اخواتي دول اللي احنا بنكلمهم لو يعني زي ما بقول قدروا يخشوا في المنطقه بتاعت حياتهم الحقيقيه صعب ان هم يقولوا الا هو ده كفانا كفانا فاكر يا ابراهيم كلمات الترنيمه اللي قعد الاب الكاهن يرنمها آه وهو بيصلي بالليل ايوه كصلاه طول الليل ايوه 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 كان في الكلام ده كان في في الستينات يمكن كان في في نهضه في الصعيد في بلد مش فاكر ايه يمكن بني سويف حاجه زي كده وكان في كاهن بسيط هو اللي كان دعاه عشان خاطر يخدم فهو بعد ما خلصوا مره الصلاه في الكنيسه والاجتماع والنهضه والوعظ قال له يا ابونا تعالى نقضي وقت مع بعض مع ربنا كده عندي كده اوضه فوق نصلي فيها فطلع يصلي ابونا معاه وفوجئ الراجل بدا قعده كده هو قعدهم حتى على على شلته ولا حاجه كل واحد وقعد يرنم يقول ايه ياما قصور محرومه منك ياما ملوك محرومه منك وفي تعبانين انما النعمه افتقدتنا احنا الاخوه المساكين. قعد <applause> يقول الترنيمه دي مش عارف حسب كلام ابونا يعني ساعه ونص ساعتين وعمال يعيد في العدد ده بس ابونا بيقول حسيت بحضور ربنا غريب وقلبي داب من الـ 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 من وجود ربنا ومن الحب ومن الفيض اللي موجود فده الحكايه مش حكايه كتر كلام يا هدى ايوه ده طيارات حياه من جوه ايوه حقيقي اه وياما ناس عندهم كل حاجه في الدنيا لكن محرومين من اللي دقنيه ف... فاحنا بنعتبرهم غلبانين أي. لانهم حاسين ان القصور دي وحاسين ان كل اللي تحصلوا عليه كل حاجه فاكرين انهم وصلوا ما هو ما دام ما شافش وهم... ما عرفش اللي ابوه حبيبه ومخلصه والروح القدس واللي فوق الطبيعه من اللي هو مخلوق علشانه ما يعرفوش هيعيش في اللي, في اللي, اللي يعرفه لم يذق و... آه. بالظبط كده تعالي نشوف الانسان مين هو الانسان الجديد؟ هو ايه زي ما قلنا الانسان الداخلي الانسان الباطن هو زينه الانسان الخفي اللي في الداخل عديمه الفساد هو الموجود من الله دي مواصفات سامع تعالي نشوف بعض الحاجات عنه احنا اتكلمنا المره اللي فاتت وبردك عنه واللي قبلها تعالي انا انا عايز اقول كده حاجات بسيطه وبسرعه لكن جميله ويمكن بعضها قلناها قبل كده ده انسان جديد دي موجوده في افسس 4 ده الانسان دوت مخلوق بحسب الله في البر وقدسة الحق. يعني ايه؟ مخلوق ده صورة ربنا، وكلمة صورة ربنا يعني مخلوق عشان قدر يعيش زي ربنا. بس يعيش زي ربنا ازاي؟ يعيش زي ربنا ان ربنا حي إيه هيعيش حي جواه. هيفيض بيه، يعني عايز اقول لكم يا اخواتي الاعزاء ان ان المخلوق حسب رب حسب الله يعني مع معناه حيكون هيكون زي الله، بس زي الله ليه؟ لان الله عايش جواه. فدي النقطه بحسب الله في البر وقداسه الحق في البر يعني ايه يعني حياه نقيه نظيفه في علاقاته مع نفسه مع الناس البر هو ريليشن <applause> اللي هي ر... اللي هي رايت <applause> يعني علاقات بتبقى صحيحه جدا بره بار لا فيها دينونه ولا فيها نظره وحشه لحد ولا فيها نظره وحشه لنفسه ولا فيها في فيها يعني انسجام النظافه والنقاء فيها براءه فيها براءه مليانه واكبر بالبراءه كمان أيوة. شوف ازاي ف... يعني ال... احنا بيعجبنا براءة الطفل ايوه ففيها براءة براءة كدا. ايوه ايوه صح ما فيهاش الحاجة الوحشة ايوه بس فيها كمان ايه فوق الدود فوق البراءة مش براءة كمان فيها عطاء 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 بيضيف أيوة. يعني الطفل بيشوف اللي قدامه أيوة. لكن البر الإلهي ده بي 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 بيشوف بي 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 الناس بعينين إلهية تغير الناس أيوة. المهم أيوة. ايه الانسان الداخل ده في رومية 8 يقول ده, يبقى ده مشابه صوره المسيح مشابهين صوره ابنه الانسان ده الدخل. الانسان الداخلي ده شبه المسيح خدي بالك احنا كل مواضيعنا اللي بنتكلم فيها في المجموعه ديت اللي هو واحد, واحد في مع الم... المسيح واحد مع المسيح الواحد مع المسيح ده بسبب ان احنا اللي عمله المسيح كانسان وعمله الكامل اتعطلنا فنتيجته بقيت انا انسان جديد انا انسان جديد ليه عشان خاطر المسيح انسان جديد ايه يعني زي المسيح ده الحاجه تانية يقول ايه في كولوسي ثلاثة يقول ولبستم الجديد الانسان الجديد اسمه ايه اسمه الجديد ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفه حسب صورة خالقه يعني الجديد دوت بيبقى زي زي الهه لانه بيعرف إلهه، بص اللي بتشوفيه يقول لك ايه؟ ساعات اللي متجوزين يقولوا لهم ايه؟ يقول دول بقى دول دول بقوا زي بعض، شكلهم زي بعض، كلامهم آه. زي بعض، اللي بيشوفوا بعض بيتأثروا ببعض كتير قوي الزوجين بيشبهوا بعض ويبقوا مش قرايب ويبقوا مش قرايب، اللي ال في ال في ال في ال في, ال في الكتاب يقول ايه؟ يقول لا نعلم ماذا سنكون ولكننا سنكون مثله، ليه؟ لأننا سنراه كما هو فاحنا نشوفه نبقى زيه احنا نشوفه. ما هي المسيحيه يا اخويا ويا اختي المسيحيه مش تحاول تبقى حاجه كويسه المسيحيه شوفه تتغير تبقى زيه المسيحية شوفوا المسيحية ذوقوا وانظروا المسيحية ما أطيب أيوة <applause> واقول لك ايه يقول لك ايه بردك يعني الانسان الجديد ده هو يقول عنه المسيح حياتنا مين مم. الانسان الجديد ده الانسان الجديد ده هو ده اكله يعني انا وانت لما نيجي نقوم الصبح يا عايزين نشرب شاي عايزين بعد مم. شويه ناخد سندوتش حاجه ليه جسمنا عايز جسمنا أيوه. بيقول أيوه. الانسان الجديد ده, هو ده كيان عايز كيان بيقول ايه لك عايز حته من يسوع ادي <applause> عارفة يهودا ايه المشكلة بتاعت المؤمنين انهم بعد ما آمنوا حتى هما بيكبروا الانسان الخارجي وبيعيشوا بالانسان الخارجي مم. وبيفكروا بالانسان الخارجي ده. وبيحسوا بالانسان الخارجي. آه. الانسان الخارجي رغم هم مؤمنين إنسان مم. الخارجي بقى انسان نظيف وكل حاجه ومش ما تملكش عليه الخطيه بس لو عاشوا بيه عاشوا بيه بعيد عن الحياه في المسيح ده بيلخبطوا بيه لانه ما يمشي من غير المسيح لكن انا عايز اقوله ايه؟ يجي وقت يا هدى بنعمه يسوع لكل مؤمن ومؤمنه بقول لو ركزتوا كتير على ان كنتوا انسان داخلي وان الانسان الخارجي ده بيشتغل عندكم يديكم معلومات يديكم اللي بيشوفوا اللي بيسمعه والعقل يديكم اللي فهمه من الحاجات ده هي لكن بعد كده كل ده يتعطل مين للريس الريس ده مين الانسان الداخلي اللي انا عايش بيه مع الوقت زي ما الناس حاسه بالانسان الخارجي المؤمن يبدا يهدى يحس بالانسان الداخلي فيبقى اكتر ما بيحس بعق عايش بعقله لكن هو مركزه بقى الانسان الداخلي ايه تبص لاقيه ايه؟ عينيه عايزه تشوف الامور الروحيه، قلبه عطشان للمسيح، نفسه ملكوت الله شغلها. مع الوقت مع الوقت مع الوقت والحواس الجوانيه دي شغاله يبدا يبقى كل القوه الملكة عليه الداخل. فيبقى ايه؟ يبقى دايما وعايز عايز الايه؟ عايز العالم الله، عايز قلب الله، عايز يسوع. يبقى دي مواصفات آه. الانسان الجديد آه. شخص طالب ما هو فوق آه. لانه ولد من فوق آه. وكل هدفه وشغفه وانشغاله باهتمامات الفوقيه آه. خليكم معانا احنا فاصل وهنرجع خدمة المسيح للجميع لندن كرايست فور اول ميسترز لندن الاجتماع باللغة العربية يوم السبت الإجتماع باللغة الإنجليزية يوم الأحد www.christforall.com تلاميذ at gmail.com تليفون 00440 54444 تعالوا معايا تاني نرجع لإبراهيم إبراهيم كمل لنا مواصفات الإنسان الجديد امين آه كنت اخر حاجه تقولها المسيح حياتنا دي موجوده في كروسي 3 المسيح حياتنا م. وموجوده في يوحنا الاولى 3 16 وموجوده في غلاطية 2 20 وموجوده في كورنثس الثانيه 4 وفي اماكن كتير المسيح م. حياتنا الانسان الجديد زي ما الانسان الخارجي يبقى عايز ياكل ياكل ويشرب الاكل المادي الجسدي ده هو واخده بالك زي ما العقل بيحب ان يعرف معلومات ويفهم الانسان الجديد يبقى دايما عطشان لل... للمسيح احنا ساعات نقول ليه ما بعطش للمسيح ليه ما بحسش بالمسيح عايز اقول لك اقول لك يا اخويا يا اختي اذا تعودت انك تعرف وتفهم دي الروح القدس بيقولها لك والانجيل بيعلمها لك وعايزك تصحى لها انت حاجه تانية انت مش الانسان اللي بره هو مين هو الانسان اللي جوه ويبدا يعمل ايه يبدا ان هو ي... ي... يبدا من جوه يبدا يفهم ان هو مش الدنيا اللي كفايته الروح القدس هيشهد بكده أيوة. وهو هو بيفكر كده وهو بيقرا الانجيل الله هيبدا يخليه يحس بوجوده وهيبدا يخلي الانسان الجديد يبقى اكتيفيتد يعني ينشطه يفعله ما انت خد بالك لو انا دايما الانسان الخارجي اللي شغال الانسان أيوة. الخارجي اللي شغال الانسان الجديد يعمل ايه يحس ان هو ملوش مش 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 مش, مش, بيتحرك. مش هو اللي بيقود فبيسكت فبيخمد آه. آه. سموها في الانجليزي دورمنت يعني يبقى حاجه آه. كامنه يس. لكن لو انت دايما يعني ايه انت صاحبي انت هو ده اللي بيقود هو ده اللي عايز فتبص تلاقيه بقى اكتف فهنا هو دي بقى المسيح حياتنا الحاجه اللي بعدها جميلة عايز اقولها بردك دي موجوده في فيليب ثلاثة يقول ان احنا ايه ان احنا الختان نعبد الله الختان يعني ايه اللي اللي ختنوا بايه بجسد المسيح ختنتم ختان غير مصنوع بيد أيوة. بخلع جسم خطايا البشريه اللي هو ختان القلب آه بس هنا قصده يعني ايه هذا بالتحديد آه. اللي هي آه. يعني الـ الـ الانسان العتيق اتشال انت بقيت انسان جديد ايوه نحن الختان اللي اتختنا نعبد الله بالروح ايوه ونفتخر في المسيح ولا نتكل على الجسد ايه دول بقى يقول لك انا لما بعبد مش بحاول اشغل مخي مش بحاول اقول كلام حلو مش بحاول ابقى راجل تقليدي او راجل بحاول اعمل عباده شكليه او ملتزم بنظام ده في فيضان من جوه اعبد الله بالروح طلع حريه اعبد الله بالروح وايه كمان وحاسس بيسوع وحاسس بحبه لك افتخر بالمسيح يعني افتخر بالمسيح حاسس المسيح ده بتاعه حاسس المسيح ده له ويفتخر بالمسيح وايه كمان وما يبقاش حاسس ان هو عليه مسؤوليه لا يتكل على الجسد لا بص نعبد بالروح نفتخر بالمسيح لا نتكل على الجسد يعني انت يا ابني بتعتمد عليه انا بعتمد على حياه الله بعتمد على حضور الله انا كنت زمان في بدايه الايمان ساعات في اجتماعات الصلاه انشغل بان انا اظبط نفسي عشان اعرف اصلي لكن لما اتمريت بالروح وعينيا اتفتحت وبعدين اتفتحت بقيت الصلاه تيجي من جوه لان في حياه جوه مش الشكل لا احلى قوي لما تبقى بروح الله طالعه بتلقائيه <applause> اه بتبقى اتكالك على ربنا فبتطلع بتلقائيه بتبقى جميله ياس اللي انا عايز اقوله أهم شيء هو إن احنا نبدأ نعمل إيه؟ حتى لما أقوم من النوم الصبحية، أنا إنسان جديد، أنا حياتي من جوه هللوية. الإنسان الجديد ده عنده عطش للمسيح، يس. أنا عطشان لك يا يسوع. يس. شوف إزاي؟ والمسيح حياته أيوه. ما بعتمدش على نفسي، الحياة اللي هعيشها هي حياة ربنا، فأقول له أنت حياتي، أنت اللي تصحيني، أنت اللي تملاني، أنت اللي تيقظني، أنت اللي تحسسني بالعطش اللي جوايا ناحيتك، أنت اللي شوف يعني ما أعتمدش على نفسي. ايوه مش موعدش ربنا ان انا ابقى كويس او ربنا ان انا اصلي لا لا ده هو حياتي ريلاكس ريح حتى لو ما عنديش العطش ده اقول له عطشني ليه بالظبط هو اللي دي عطش لي العطش آه. ده محتاجه بس اقولها بثقه اقولها بيقين لانه هو هو خطته ايه انا حياتك يعني انا حياتك انا عطشك وانا ارويك انا خليك تحسس بالجوع بس اقولها اه بس بس اقولها, أقولها له. ها مش هقعد اوعد فيها أن اكون كويس واعتمد على نفسي لا المسيحيه راح. راحة اسمها راحت ايه اسمها راحة الايمان بان كل ما يلزمني ابويا ح... ح... هيعمله لي في يسوع جوايا هو هيعمله اديلك مثلا عن اللي بيعبدوا بالله بالروح أوه. في واحد قديس كان في القرن الرابع اسمه القديس شيشوي ده كان مصري <applause> الراجل ده يا هدى كان كثيرا من الاحيان يشوفوه يلاقوه جسمه كله منور مضيء زي المسيح لما كان على جبل التجلي تقولي زي المسيح يا ابراهيم ده, ده المسيح يا عم أي. اقولك اللي عاشوا المسيح عطى ولاده هللويا <applause> اشكرك <أغضح> يا واخده بالك أيه. وايه اللي النور اللي ظهر في المسيح ده مجد المسيح الداخلي ظهر على جسمه شاع عليه نفس الحكايه من جوه نفس الحكايه مع ششوي بس ايه المجد ده ده مجد المسيح جوه ششوي حياه يسوع جوه ششوي انسان الجديد بتاع ششوي اللي مولع من جوه خلي النور يطلع عارف ششوي ده كان بيعمل ايه إيه؟ كان لما يكون عنده ضيوف يخاف هو بيصلي معاهم وما بيصلوا سوا يرفع ايديه يخاف يرفع ايده عارفه ليه؟ لو رفع ايده مش المزمور بيقول ايه؟ ليكن رفع يدي كذبيحه مسائيه اه رفع الايد ده كان انا بقدم حياتي وبقدم نفسي أيه. رفع الايد كاني انا بصلي بقدم لي قربان بقدم آه. له هديه اه السما آه. فلما يرفع ايده كده هو كان اللي يحصل؟ كان يتخطف للسما خدي خدي يفقد وعيه باللي حواليه يحس انه يفقد وعيه باللي حواليه يتاخد يبقى في المجد فايه اللي بيحصل يخاف يرفع ايده لو مع الناس عشان ما يضعش منه ايه دي نعبد الله بالروح هللويا ايه دي دي سكر في الله أيوة. ايه دي اتخذت في مجد بيبقى مالي قلبي ويمكن كمان يبقى مالي عينيا دي حياه فوق مستوى الطبيعي ما هو الانسان الجديد فوق المستوى الطبيعي هللويا <applause> انت بتقولي أيوه. كلمات بتوقعيني في الكلام اهو أيوه. <applause> <applause> أيوه. الانسان الجديد فوق الانسان الطبيعي إيس. اكمل لك حبيب قلبي ايوه يقول لك ايه عن الانسان الجديد ده عايش بالروح يعني ايه عايش بالروح وبيسلك بالروح م. يعني ايه عايش بالروح يا هدى خدي بالك الناس تلاقيهم فرحانين دلوقتي ليه علشان خاطر في حاجه بره فرحته اه الناس زعلانه ليه؟ عشان في حاجه خارجيه حصلت معاه. جات له علاوه او راحت منه علاوه. أو, او كلمه وحشه او كلمه حلوه او بالك؟ او خساره او, أو, أو, أو كده. الانسان الجديد مليان حياه جوه. فهو عايش في الروح. طب نتيجتها ايه؟ ما بياخدش حياته من بره هي جوه فبيبقى ايه؟ بيبقى سعيد مع ان ما حاجه حاصله بره. ده يبقى سعيد حتى ساعات واللي بره مش حلو بولس كان قاعد كده وايه وفرحان قوي جواه فوران ساعات قالوا له قالوا له ايه قالوا له انت اللي مفرحك كده طبعا انا بتخيل يعني وهو فرحان قوي وكان وكان واخد علقه وفرحان وهو في مشاكل وفي الام ايه اللي مفرحك كده يقولوا انتوا فاهمين ان انا بفرح عشان حاجات بره او الحاجات اللي بره تقدر انها تاخد الفرحه اللي جوه ده أنا, ده انا عندي عندي هنا حفله أيوه. حفلة جوه هو بالك أنا عندي حفلة هنا أول فأنا فرحان جوه هنا جوه هنا مش واحد يقول لي كلمة يشجعني مش واحد يقول لي كلمة يشجعني مش واحد يقول لي كلمة يجرأني ده جوه في جرأة هحكي لك عن راجل اسمه جورج فوكس جورج فوكس ده اسكتلندي كان في القرن ال17 وهو شاب صغير شاف رؤية فيها شاف مجد الله ايوه عارفه ايه اللي حصل بعدها؟ لم يعرف في حياته الخوف تاني جواه ما بقاش عنده حاجه اسمها يخاف عشان شاف رؤيه عشان شاف مجد الله في رؤيا شاف مجد الله مجد الله خلاه يكتشف كانه حس بان كل حاجه في الدنيا ولا تقدر تعمل حاجه ولا تسوي حاجه ولا ولا تاثر فيه عارفه ايه من بعدها خد حاجتين خد دي خد جراه غير عاديه وعدم خوف خالص <applause> من اي شيء وخد معاها ايه؟ عطش غير عادي انه يتكلم عن المسيح للناس. وكان تحفه بقى. كان يخش كنيسه الناس ما تعرفوش. الوعظ بعد ما يخلص الكاهن بعد ما يخلص في انجلترا او في اسكتلندا. يروح طالع بعديه على طول ما حدش قال له اطلع على حاجه ويبدا يقعد يكلم يكلم الناس <applause> طبعا ساعات كان بقى في مجد وفي ناس تتهز وتتلمس أوه. وده وفي اوقات تانية يتغاظوا منه ويدر... ويرموه بره الكنيسه وساعات يضربوه بيحصل في حاجات يضربوه آه. ويحصل ايه يمسح الدم وياخد بعضه ويمشي <applause> لا همه البهدله أيوه. لا همه التهزيق لا همه حاجه ليه؟ فقد الخوف لا من الاهانه ولا من قله الكرامه ولا من نظره الناس و... 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 وفقد الخوف من انه يتضرب ولا يجرى ايه ولا يتعمل له ايه؟ ايه ده؟ ده اسمه بس راى مجد الله, الله. وانجيلنا اسمه انجيل اقتناء مجد الله لانفسنا زي بولس الرسول لما رموه في السجن راح بعد كاتب لاولاده ايه افرحوا في الرب كل حين في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا افرح. وهو مرمي في السجن وهو في السجن وهو مرمي في السجن بقى مش يقول سبتني يا رب وبقيت مرمي عارف يقول لهم ايه؟ الرب قريب هو في السجن هو في الرب قريب إيه ده إيه ده إحنا مش عايشين في الدنيا الخارجية، عايشين في الدنيا الداخلية. ماذا؟ ما الذي سيغير العالم؟ ناس الحياة اكتشفوا وشافوا وعايشين. الحياة مش بره، الحياة جوه. والحياة اللي جوه دي هنخلي الحياة اللي بره حلوة بسببها. أوه. مش اللي عايشين عايزين يبقوا حلوين جوه بإن يخلوا الدنيا حواليهم حلوة. فيبدأوا هم يحسوا بالحلاوة. لا. إحنا المفاتيح للعالم. ربنا حطينا هنا عشان خاطر هو حياته تبقى جوانا تعالي أكمل لك تعال كمل لي كيف سيغير المسيحي العالم اه شوف هنا يقول لك ايه احنا احياء لله ده ده الانسان الجديد حي لله ايه ده دخلنا بقى في دنيه الحب الالهي اللي ملك القلب اللي الانسان مش عايز يعيش لنفسه عايش عشان عايش اصره هو هو فرحته انه يصرني ايوه دي حياه تانيه يا هدى انا انا لذته وهو بقى لذتي فده الانسان الجديد انا عايز اقول يا هدى بقول لكل واحد اخ وكل اخت ده انت انت ده لا تسمع تعليم بيقول لك اي حاجه تحطك تحت ولا تصدق حتى انك انت عشان في افكار جواك ملخبطه او في عيوب فيك او في حساسيه عندك او عندك شويه جروح او في خطايا مش قادر تغلبها اقول لك ده كله ليه؟ لانك انت متغرب عن اللي جواك وانت عايش في الانسان الخارجي وبتظن ان ده حياتك بتظن ان حياتك انك انت تاكل وتشرب وانك تسمع كلمتين حلوين وان الناس تسقف وان الناس تقدر اللي انت عملته عشانهم وده اللي بيعذبك وده اللي بيعزيك ده السبب انك مش ما بتتمتعش باللي بقوله لكن انت لو عرفت الحقيقة انت انسان جديد لابس العباية دي بس لابس البدلة دي اسمها الانسان الايه الانسان الخارجي قول دايما كده انا مش الانسان الخارجي وعشان كده الانسان الخارجي مش هو اللي بيه بحياتي انا انسان داخلي انا عايز ابدا ااكل الانسان الداخلي ده اللي انا عايز ااكله شوفي اقول لك بردك بسرعه حاجات بسرعه قوي عشان قدامك 30 ثانيه بس 30 ثانيه اقول حاجه اه حاضر الانسان الداخلي ده طاهر كله حللية. طاهر زي ما بيقول في يوحنا ايه يوحنا يوحنا 13 اقول لك ايه كمان دوت الانسان الداخلي ده معتوق من الخطيه عبد للبر يعني ايه عبد للبر يعني بيع نفسه للبر يعني بدل ما كنت مستعبده للخطيه بقيت, بقيت بقيت بيع نفسي ان أنا اعمل بر بيع نفسي إن أعمل بر هللويا <applause> احنا عبيد للبر احنا خلاص بقت حريتنا في ان احنا نتبع البر هنشوفكم في الحلقه الجايه استنونا ربنا معاكم